الأهل كانوا مخوفيني كتير من الرجل، حتى إذا سلمت بيأذوني. لما تعرفت عليه حسيت إنه هدف قلبي دغري. قالوا له هي أكبر منك، قالوا له هي مش خارجة، قال لهم أنا بدي إياها. إن قلت إيه وإن قلت لا. مرة قمت عملت مكياج وكذا، أجي هيك إيه الحلاوة دي، إيه الطعامة دي، بمزح أنا وياه، بطلع أنا على التخت هو بيبقى على الأرض نرقص مع بعض. هل حبة الشوكولا هيك عملي؟ ممكن تعمل أكتر.